الله عبد الصمد واه ما نساوش خيك زهير ناس المذوق على ساكنين يوسف وقو سامي الله فهم يعمار انا صغير عبد العبادي وهيه مر احد عام كتاب حفظ اصلي وبالعجل هيه مر وهذه ديال العشره وديال الزواج بصح كايمه شروطها من تخالتي فلان وجلابه الكوان في رامي المناسبة سباتة لو ما يجيش معاك عليلي ميش ما تهضريش او انا اللي لونتي ما نبغيش ويلا قبلتي نقولها لباك اواه ابولي اواه ما نساوش خيك رضوان الشيشة ديال المالي وعرف الكاركاسون كمال مريمي شرافة وما نساوش يا يوسف ولا سباني ونكون يا اخي عبد اللطيف مشروع تاع بنت خالتي لبسي لباس طويل نبغيك تكوني طونكيل حتى با وما يدعيو معاك وما ديريش المشاكل لا تقولي ليش لا تقصر بالليل راكي فاهمه وقاريه في الباك ايه ما حتى عيب قاتا بدنا حافظ نوض العجاج ايه با ايه وهذه ديال العشره وديال الزواج وتحية البيت بشر في طعق الكرش وما كينرش قبص حكاية شروطها من تخاتي كوني عاقلة مزيانة هذا ربك يلبسي مانا واللي طلبتي نخلصه بالشاك بلادي وما تخرجيش الماكياج ما يعجبنيش نبغي ما تطير لك حلو السواد ايه ما حياتك عيب قاده بدنا حافظ نوض العجاج ايه با ايه وهذه ديال العشره وديال الزواج شروطها من خالتي فولار وجلابة الكوافي راهي المناسبة صباتها لو ما يجيش معاك عليلي ميش ما تهضريش حتى لي لونتي ما نبغيش ويلا قبلتي نقولها لباك ايه ما حتى عيب قادة بدنا حافظ نوض العجاج ايه با ايه وهذه ديال العشرة وديال الزواج اواه عبد الصمد واه وما نساوش خيك زهير ناس النظر على ساكنين يوسف وقو سامي الله فهم يعمار انا صغير عبد العبادي ابصح كايمه شروطها بنت خالتي لبسي لباس طويل نبغيك تكوني طونكيل حتى با وما يدعيو معاك وما ديريش المشاكل لا تقولي ليش لا تقصر بالليل راكي فاهمه وقاريه في الباك ايه ما حياتك عيب قاده بدنا حافظ نوض العجاج ايه با ايه وهذه ديال العشره وديال الزواج شروطها من خالتي كوني عاقلة مزيانة هذا ربك يلبسي مانا واللي طلبتي نخلصه بالشاك بلادي وما تخرجيش الماكياج ما يعجبنيش نبغي ما تطير لك حلو السواك ايه ما حياتك عيب قاده بدنا حافظ نوض العجاج ايه با ايه وهذه ديال العشره وديال الزواج شروطها من خالتي فولار وجلابه الكوافير غير المناسبه صباتها لو ما
نعيشيش معاك عيالي ليش ما تهضريش لا لا حتى لي غنطي ما نبغيش لا لا هاوي لا قبلتي نقولها لباك ايه ما حتى عيب قدها بدها حبطة نود العجاج ايه با ايه وهدي ديال العشرة وديال الزواج